هل يجوز الدعاء بالمغفرة لغير المسلم حيث إن الله تعالى لن يغفر له إلا إذا أسلم؟ طب من أجبته؟ من أجبته؟ بالفعل لا يجوز أن تدعو بالمغفرة إلا للمسلم. قال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.